في روسيا وقرابة نصف المليون في موسكو يحتفلون بعيد الأضحى، وإلى المسجد الجامع جاء ما يقارب 200,000 شخص لأداء صلاة العيد حول المسجد. وهذه حال المساجد. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر. تعالوا الآن نذهب إلى منطقة القطب الشمالي لنرى حال المسلمين هناك. مدينة ساليخارد في مقاطعة يمال الروسية يعيش 6,000 مسلم من أصل 44,000 نسمة. المدينة تضم أحد أقدم المساجد الذي يعتبر شاهدا على فترة بداية دخول الإسلام إلى هذه المدينة. بشار النعيمي والتفاصيل في التقرير التالي. من أدخل الإسلام إلى هذا المكان المتقلب الطقس البارد بتفاصيله كافة؟ من دل هذا المسافر الدافئ الدائم الترحال على أولى دوائر القطب الشمالي المتجمد؟ مدينة ساليخارد ومقاطعة يمال ترويان قصة دخول الإسلام إلى أحد أبرد بقاع الأرض. 2500 كيلومتر مسافة تفصل مدينة ساليخارد مركز مقاطعة يمال الروسية عن العاصمة موسكو. 44,000 نسمة، منهم 6,000 من المسلمين. يصل الإسلام إلى هنا ويظهر مسجد هو الأقدم في مدينة هي الوحيدة في محيط الدائرة الأولى للقطب المتجمد الشمالي. تختلف مواعيد الإفطار في روسيا على امتداد مناطقها الزمنية، ولعل حالة مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية هي الأكثر إدهاشا وتعقيدا لربما في العالم، حيث أن النهار هناك يستمر ل24 ساعة في مثل هذا الموسم. كيف يواجه مسلمو مورمانسك تحديات المناخ أثناء شهر رمضان؟ جواب هذا السؤال في تقريرنا التالي. وتحديدا هنا في مدينة مورمانسك يتميز عن كل بقاع الأرض، فهي المدينة الأكبر في العالم التي تقع خارج الدائرة القطبية، ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ أن ضوء النهار لا يفارق هذه المدينة لفترة تمتد نحو 40 يوما لا يرى فيها الناس شروق الشمس وغروبها، الأمر الذي دفع علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية. وعلى الرغم من ذلك فإن فترة الصيام تمتد لأكثر من 20 ساعة يوميا.
الحمد لله أنه ليس هناك شمس حارقة، فذلك يساعدنا على تحمل العطش، ولكن ساعات الصيام الطويلة وبرودة الطقس وعدم تناول الطعام لفترة طويلة يؤدي إلى شعور الصائم بالبرودة، ولكن بعون الله نتخطى كل الصعوبات. المسلمون في مورمانسك ليسوا من السكان الأصليين، هم من أعراق مختلفة ومن أقاليم روسية متعددة، لكن الإسلام يجمعهم في الصيام والصلاة، وها هم صفا واحدا يجتمعون في صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك. وعلى الرغم من عددهم المحدود في هذه المدينة وإمكانياتهم المحدودة أيضا، فإنهم باشروا ببناء مسجد متواضع. وكفى